يجب أن يعلم المسلم أن مثل هذه العبادات التي خصت بأيام معينة أو أي عبادة خصت بأوقات خاصة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقوم بأدائها في غير وقتها وما أمرت به. ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد عبادات وبين أنها لها مواقيت مثل الصلوات، فالصلاة لا يجوز أن يؤديها العبد قبل دخول وقتها مثل الصلوات الخمس، فلا يؤديها إلا في وقتها. وكذلك أيضا العبادات الأخرى والمتعلقة بفضل وفي أجر معين، كما مثلا لو ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فمن أراد أن يتحرى مثل هذا الوقت يصلي في مثل هذا الوقت وهو في الثلث الأخير، يتحرى الثلث الأخير من الليل لكي يحصل على هذا الفضل العظيم، وهو ما يتعلق بأن الله يستجيب الدعاء في مثل هذا الوقت. المقصود أن أيضا هناك عبادات قد خصت مثل ستة من شوال، كما جاء في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فلو صام هذه الست في غير شوال لم يجزئه. وكذلك أيضا من أراد أن يصوم يوم عرفة ولكنه لم يتيسر له ذلك، فيوم عرفة خص بيوم خاص، فلا يقول الشخص مثلا أنه عندما يفوته صيام هذا اليوم يقوم بقضائه فلا يقضى مثل هذا اليوم، ولكن نقول لو أنه منعه مانع من صيام يوم عرفة إما لمرض أو لغيره من الأسباب، فنقول أنه يؤجر المسلم إذا كان يداوم على مثل هذه العبادة في كل سنة، ولكن في هذه السنة لم يتيسر له الصيام لسبب من الأسباب. كذلك أيضا ما يتعلق بيوم عاشوراء وأيضا صيام يوما قبله كذلك أيضا لا يقضى، فيوم عاشوراء محدد بيوم معين فلو فاته فلا يقضيه، ولكن على المسلم أيضا إذا منعه أو حبسه حابس أو بمرض أو بغيره عن صيام هذا اليوم، فنقول أنه يؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما يتعلق بأن يقوم بقضاء مثل هذه الأيام فإنها لا تقضى، ولكن كان على المسلم أن يهيئ نفسه لمثل هذه الأيام، ولكن أن يقضي مثل هذه الأيام نقول أنها لا تقضى ولا تعد مثل الصلوات أو العبادات التي على المسلم أن يقضيها، إنما خصت بأيام محددة فعليه أن يصوم هذه الأيام. أما ما يقضى فهو ما افترضه الله عليه مثل صيام شهر رمضان أو الكفارات أو إذا نذر نذرا فإن عليه أن يؤديه، ولذلك إذا لم يؤدي هذه العبادة تكون في ذمته حتى يؤديها. نعم، أحسن الله عليك.